بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة موعدنا مع الفيديو اللي هو حصري عندنا في قناتنا، مش هتلاقوه في حتة تانية. هنعمل مع بعض حاجة جديدة جدا، هنعمل مع بعض الجيبة جينز الافازيه اللي ممكن ناس كتير قوي نفسها تعملها بالخياطات البارزة بتاعتها بكل تكاتها. هنبتدي الاول هنرسم بطرونها سوا ونبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا لزقت الورق طولتها زي ما عملناها قبل كده في الجيبه اللي كانت بتوسيع في الديل. هبتدي ارسم بطرون الخلف واقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهبتدي اخد الخط الرأسي كده. انا عملت الخط الرأسي وهاخد الخط الافقي زي ما رسمنا في الجيبة او في الجونيلا بتوسيع في الديل، هي نفس بطرون الجونيلا الجينز، بس احنا هنغير فيه حاجات بعد كده. هناخد ربع دوران الجنب، زي ما قلنا هناخد ربع دوران الجنب وبإذن الله هنعمل جونيلا احلى من التباع في المحلات ومقاسنا مظبوطة ومرتاحة. هبتدي اقفل المستطيل دي. هرسم خط الجنب على بعد 20 سنتي. هو كده كده مش بيتفصل، مش بيتعمل في اي حاجة، بس انا برسمه كده. هو المفروض ان هو خط وهمي. هبتدي اعمل تقسيمة الوسط بدخل من الخارج هنا من 4 لـ5 سنتي، ولو في زيادة بعد كده باخدها بنص الوسط. وبمد الخط الأعلى، باخد من هنا 1.5 سنتي الأعلى وباخده على خط الوسط كده. انا خلصت خط الوسط. هبتدي هاخد طول الجونيلا على البطرون، بحددها وابتدي انا هعمل كده واقوم محدده من هنا وسع الجونيلا من تحت هيكون قد ايه. انا عندي هنا عايزاها في حدود 37 سنتي،
بتاعها. هي تعتبر جونيلا افازيه بسيطه خالص، مش نازله واسعه قوي. الجونيلا هنا كده لو هي ساده كده بطرونها المفروض ان هو خلص، بس انا عندي الجونيلا هنا فيها حركه من هنا ان انا هنزل حوالي 10 سنتي، ومن هنزل من هنا حوالي 5 سنتي، وهوصلها بكيرف بحيث ان انا عندي سفره في الجونيلا من ورا او قصه فيها كده، وهنعمل لها جيب. يبقى كده مثلا باي شكل ايا كان، يعني هنا هنبقى عندنا هنا في جيب في الجونيلا، ده هنعمله مع بعض في التنفيذ. بس هنا كده نرسم السفره بتاعت الجونيلا علشان تكون واضحه اكتر. وعملنا راكورات ان هنا في قصه كده. بطرون الخلف خلص، نرسم بطرون امام الجونيلا. كده انا فردت الورقه عشان نرسم بطرون الامام للجونيلا الشمس. هنبتدي نرسم الخط الرأسي. هي نفس الخطوات اللي عملناها في بطرون الخلف نعملها في بطرون الامام يا جماعة. هنبتدي ناخد ربع دوران الجنب، ربع دوران الجنب في الجونيلا. ياريت يا جماعة تدعموا الفيديو باللايك والشير عشان يقدر يوصل لأكبر عدد والناس تقدر تستفاد من أي معلومة بنقولها. هنحدد برضو خط الجنب على بعد 20 سنتي. هو المفروض خط وهمي، يعني حتى لو ما رسمتوش على الورق مش هيفرق معايا، انا اهم حاجه عندي النقطه دي اللي هي نقطه خط الجنب عشان هعمل التجسيم عليها. هبتدي هدخل برضو الخمسة سنتي وارسم الكيرف بتاع تقسيم الوسط، وهطلع فوقه 1.5 سنتي. في الامام زي ما اتعودنا بننزل 0.5 سنتي لراحة البطن عشان القمر يا جماعة يكون مرتاح على البطن. كده انا رسمت الجزء الثاني تقسيمة الوسط. هنفضل ناخد طول الجونيلا نفس الخطة بننفذها، هي نفس
الخطوة اللي عملناها في بطرون الخلف للجونيلا، بنعملها في بطرون الأمام وبنحدد وهنبتدي ناخد نص مقدار الديل بتاعنا اللي هو الربع بتاعه. لو انت هتاخديها مدورة، لو انت هتاخدي نص الامام يعني فردة الجونيلا قدامك كده، بقيسها من اول خط خطة الجنب لخطة الجنب. لو انت هتاخديها من على مقاس عندك بتقيسي نصها من نص بعد كده. هبتدي اوصل من خط الجنب المعتاد برضه. الخطوة دي نسيت اعملها في الخلف يا جماعة، هي هنا الفرق مش هيطلع اكتر من نص سنتي برضو. يعني هو اصلا المسافة احنا موسعناش كتير. كده احنا بالنسبة لنا بطرون الامام والخلف اتعملوا. هنا هنركب جيب، هيبقى كده، وهنركبه خارجي بنفس الشكل دول. هنركبه بخياطة بارزة من برة، لان هي صاحبة الجونيلا يا جماعة مش عايزة الجيب ان انا ممكن اشق من هنا وبدخله بخليه من جوه مسحور. لا، هي حابة منظر ان يكون فيه خياطات بارزة من برة وان الجيب يكون راكب لطش على الجونيلا. الجونيلا هنا، هنا نص الامام مفتوح عشان في خياطات بارزة من النص، وفي نفس الحكاية برضو في الخلف في خياطات بارزة من خياطة نص الخلف. السوستة عندي هنا هتكون في الامام مع القمر والزرار من الامام. نبتدي يا جماعة ان احنا هنشرح البطرون بتاعنا ادي كده. نبقى عارفين الاماكن اللي احنا هنمشي عليها واحنا هنشرح البطرون. كده احنا شرحنا بطرون الامام وخليناه جاهز ان احنا نحطه على القماش. نبتدي نشرح بطرون الخلف. Thank you.
مش على الخطوط اللي احنا بنمشي عليها بالخياطه بعد كده ان شاء الله. هو ده اللي انا بقص عليه. بس في حالات ده مش على خط انا ما بمشيش عليه برضه بالخياطه. كده مطرون الخلف اتشرح الخطوط الخارجيه، ناقص القصه اللي انا هعملها في الخلف. هي بتدي منظر جمالي بيبقى عليها خياطات بارزه مع الخياطه اللي في نص الظهر، فتبقى شكلها حلو ان شاء الله. وبكده يا حبايبي مطروني جاهز ان شاء الله على وضعه على القماش. ونقص الجونيلا معاكم في الفيديو الجاي، ونقفلها ان شاء الله في فيديو بعده. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب في القناه لو انت لسه اول مره تخشي القناه عندنا. محتاجين دعمكم عشان نقدر نستمر والمحتوى بتاعنا يوصل لاكبر عدد، وان شاء الله ربنا يكرمنا مع بعض ونعمل حاجات كتير تفيدكم. دمتم في حفظ الله، بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.